اللي مشي وحش خالص، معنى كده ان اللي مشي دوره انتهى داخل النادي الاهلي في هذه الفتره، ويجي عليه بقى حد تاني يكمل هذه المسيره، وممكن في يوم من الايام يرجع مره اخرى. وهذه هي الحياه عموما، الرياضه دائما بهذا الشكل وبهذا المنظر. عجبني حاجات كتيره جدا بتحصل خلال هذه الفتره في النادي الاهلي، ولكن خلينا او نقول لحضراتكم ايه اللي بيحصل. اللي بيحصل ان انت بتشوف اخطائك فين، بتصلح اخطائك، بتكسب طايره رجال وطايره سيدات في وقت صعب جدا. والحقيقه كل لعيبه النادي الاهلي سواء رجال او سيدات يستحقوا التهنئه من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، اللي اشاد بالشكل الرائع اللي عاملينه، وحاجه كانت رائعه جدا جدا. الكابتن محمود بنفسه ومجلس الكابتن محمود الخطيب يبقى مجلس اداره النادي الاهلي، الحقيقه اشاد بهذا الشكل الرائع جدا جدا اللي عملوه سواء الرجال او البطلات اللي امام حضراتكم، بطلات الـ السيدات في الكره الطائره، اللي عملوا ماتش خرافي، ماتش رائع امبارح. الحقيقه تاتيانا واحده من المحترفات اللي عامله شغل رائع جدا 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 جدا. شروق بالمناسبه في الشويه اللي نزلت فيهم عملت، انا عايز اعلق 4-5 اسيست امثال شروق فؤاد في النادي الاهلي كابتن. كباتن الفرقه في النادي الاهلي فرقه الفولي سيدات في النادي الاهلي مرت بظروف ان هي بتفقد قوامها الاساسي تقريبا، صحيح، وراحوا للفريق المنافس. خلينا نكون واضحين وصراحه، راحوا الزمالك اربع بنات من التشكيل الاساسي بتاعك راحوا للفريق المنافس، كانت النتيجه ايه؟ التتويج الدائم تقريبا بكل البطولات. انت برافو عليك، بتاخد الدوري ال 29 على التوالي، برافو عليك، ما خسرتش دوري واحد رغم النقص، واللي جم احسن، صحيح، اللعيبه اللي طلعوا من قطاع الناشئين او اللي تم استقطابهم من الخارج احسن من اللي مشوا، والدليل اهو انت بتكسب الزمالك اللي هو جاب دعم صفوفه من خصمه مباشره. يعني عشان برضه نكون واضحين في كلامنا، بتجيب تيتيانا محترفه، انا دي ينفع تلعب فريق الرجاله يا كابتن، دي ما شاء الله عليها حلو رغم ان هي كأنثى يعني ما شاء الله عليها، بس هي كفي اللعب لا ده دي تلعب مع فرقه الرجاله جدا. لا احنا يعني الرجاله عندنا زي الفل يعني الحمد لله، ربنا يكملها لنا على خير، ودايما تظل هذه الفرحه زي ما حضراتكم شايفين فرحه كبيره جدا جدا. الفرحه بان انت تكسب نادي الزمالك بالمناسبه، هتقول لي هقول لك ايوه صح، ما هو فرحتك ان انت تكسب نادي الزمالك، هذا النادي الكبير العريق اللي احنا دايما بيتقال ان هو في تنافس كبير ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، ماشي، اذا كان هذا الامر هو اللي بيحصل فاحنا بنبقى سعداء. انا شخصيا ببقى سعيد جدا لما كنا قاعدين بنتفرج على المباراه، مبسوطين جدا بالاداء، مبسوطين جدا باداء كل لاعباتنا، كل لاعبينا بهذا الشكل الرائع. بس بالمناسبه احنا خلصنا دوري بس وسوبر قبله، لغايه دلوقتي لسه قدامك كاس مصر، ولسه قدامك دوري ابطال افريقيا في الطايره رجال والطايره سيدات، والفرقتين متعودين ان هم بيحصدوا الالقاب دي بالمناسبه. يعني دوري ابطال افريقيا السيدات والرجال متعودين على حصده، وفي كمان البطوله العربيه بيلعبوها كابتن متعودين على حصده، اللي جاي كله المفروض بالظبط. والفرق دي خلاص هم اتحطوا على المسار الطبيعي بتاعهم. يعني احنا النهارده حاولنا زماننا ناجي حاول ان هو يتكلم مع الناس علشان نجيب حد، ولكن الحقيقه عشان عندنا بطوله كمان 4-5 ايام، فاحنا طبعا احنا اللي شايفينه النادي اللي النادي شايفه يعني احنا بنحاول نعمله علشان نشوف الدنيا ماشيه ازاي والامور ماشيه ازاي. هو وانس ان البطوله اتاخدت وخلصت خلاص، التفكير دلوقتي بطريقه النادي الاهلي، احنا بنفكر في البطوله اللي بعدها في اللي جاي. انت احتفلت ليله الماتش، ليله الفوز بس ببطوله الدوري، وبعد كده انت خلاص بتجهز للماتش اللي بعد كده، صحيح، عندك بطوله ثانيه، عندك ماتش ثاني، عندك تفكير في طموح لعيبه النادي الاهلي، وده قدر اي حد بيلعب اي لعبه جوه النادي الاهلي، طموحه ان هو خد البطوله النهارده مفيش استراحه. انت بتكمل على طول يا كابتن، بتخش في البطوله اللي بعدها. زائد ان الاهم من ده كله شخصيه البطل مستمره، البطل اللي بيعرف يكسب تحت اي ظرف، وده اللي انا عايز اتكلم عليه في فرقه الكوره بعد كده، واللي بيعرف يستمر. ان انت توصل للقمه ده شيء سهل بالمناسبه، بس انك تحافظ على ده هو اللي شيء صعب جدا حقيقي. طبيعه النادي الاهلي بقى وطبيعه لعيبه النادي الاهلي في كل الالعاب ان انت النادي الاهلي هيساعدك توصل للقمه، بس لو ما استمرتش انت مش هتستمر في النادي الاهلي، لن تستمر. استمراريتك واقفه بناء على ان انت تستمر على القمه، صحيح، هي ده طبيعه النادي الاهلي يا كابتن. اذا مبروك لفتيات الذهب ومبروك لرجال الطايره في النادي الاهلي. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه.